السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله، نتمنى نلقاكم فيديو اليوم في أحسن ظروف والأحوال كالعادة، ختاما لأسبوع أسرة أسرين اختلفت الآراء في نطق الكلمة. اختاريت اليوم نتكلم لكم على جوج منتوجات اللي لاحظت أسئلتكم وتعليقكم أنكم محتارين بيناتهم شنو تختاروا. المشكل التصبغات الجلدية كيف ما كان النوع ديالها. هاد جوج المنتوجات ديجا درت عليهم دو فيديو، واليوم غادي نتكلم على الفرق بيناتهم، شنو اللي غادي تختاروا وفي اي ظروف غادي تختاروا واحد من المنتوجين. فنبداو على بركة الله. طبعا معنا اوسيرا انتي بيغمنت سيروم ديو من مختبرات اوسيرا الفرنسية، ومعنا في المقابل نيوسوان جيل اش كيو من مختبرات امريكية صاحبة الاسم نيو ستراتا. اول اختلاف بين المنتوجين هو التركيبة ديال نيوسوان جيل اش كيو، فهي كتوفر على 6 ديال المكونات اساسية اجتمعت في منتوج واحد لتكملة بعضها البعض في إزالة التصبغات الجلدية والحد من ظهور تصبغات أخرى جديدة. فعندنا أول مكون بطبيعة الحال واللي كيحمل اسم المنتوج وهو هيدروكينون بنسبة 2%. ثاني مكون عندنا لاسيد كوجيك. ثالث مكون عندنا ليكستري دو ليكوريس. رابع مكون عندنا ليزا اش ا. بين قوسين متمثلة في هذا البرودوي أو هذا المنتوج في شخص لاسيد غليكوليك. خامس مكون هو البي اش ا. سادس مكون لا فيتامين سي، وهو آخر مكون. الناس اللي مهتمة باش تعرف الدور كل مكون على حدة من هاد المكونات، فغادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبة لأوسيرين أنتي بيغمنت سيروم ديو، فهو كيراهن على مكونين فقط في التخلص من مشكل التصبغات الجلدية، اللي هما لا موليكول ديال تياميدول، وكذلك حمض أو أسيد ياليرونيك أو مركز لاسيد ياليرونيك. كذلك غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف باش تعرفوا على هاد جوج مكونين عن قرب. انا هنايا كنذكر لكم الاختلافات بكل حياديه، ولكم كامل الحريه في الاختيار طبعا. يعني نيوسوان من نيوستراتا فيها ليدروكينون، واوسيرين ما فيهاش ليدروكينون. كذلك إلى قلبنا في المكونات ديال المنتوجين، فكنلقاو بأنهم مزوج بهم فيهم الكحول. بخلاف لو بارفان، فهو كاين في اوسيرين انتي بيغمون سيروم ديو، وما كاينش في نيو سوان جيل اش كيو. اختلاف اخر بين المنتوجين، فنيو سوان هو منتوج دي بيغمونتون اكليرسيسون، يعني مزيل للبقع ومبيض في ان. اوسيرين انتي بيغمون سيروم ديو فهو فقط مزيل للبقع، انتي بيغمون فقط. كلاهما او بزوج بهم كيلعبوا لنا الدور ديال تعطيل عمل الغده المنتجه للميلانين، المسؤول الاول عن ظهور البقع الداكنه والتصبغات الجلديه. بالنسبه الاستعمال، فأوسيرين أنتي بيغمنت سيروم ديو كتنصح المختبرات ديال أوسيرين بالاستعمال ديالو مرتين في اليوم صباحا ومساء، بحكم أن به مادتين مسؤولتين عن إزالة التصبغات وهما آمنتان، لو تياميدول كما قلنا ولاسيد ياليرونيك. بعكس نيوسوان، فكتنصح مختبرات نيوستراتا أو الشركة المصنعة باستعمال نيوسوان جيل اش كيو مرة واحدة باليوم ليلا، أكيد لاحتواء المنتوج أولا على ليدروكينون العدو الأول لأشعة الشمس.
نيوسوا كيجي في الحجم ديال 30 غرام بالثمن ابتداء من 250 درهم، وكذلك اوسيرا انتي بيغمون سيروم ديو فكيجي في نفس الحجم تقريبا 30 امال، الا ان الثمن فهو ابتداء من 420 درهم. طبعا فاش كنحطوا اي واحد من لي برودوي على الوجه ديالنا، يعني اللي غادي نختاروه واللي غادي نعزلوه باش نستعملوه، فاي واحد فيهم جينا نحطوه على الوجه ديالنا فغادي نبعدو على المنطقه ديال العين. اختلاف اخر في طريقه الاستعمال، فبالنسبه للنيو اسوا فاحنا كنحطوا المنتوج على البقع او المناطق الداكنه او المناطق اللي فيها دوكليتاج فقط. اما اوسيرا انتي بيغمون سيروم ديو فاحنا كنحطوه على كامل الوجه ديالنا وعلى العنق وحتى على الديكولتي. طبعا نيو سوان ما كيمكنش النساء الحوامل والمرضعات يستعملوها بحكم تواجد الهيدروكينون مرة اخرى، بعكس اوسيرا انتي بيغمون سيروم ديو كيمكن الناس اللي العيالات اللي حاملين او كيرضعوا انهم يستعملوها. كنكرر مرة اخرى، من له تصبغات جلدية عميقة فأنا اختاريت ليه نيوسوان جيل اشكو، كيقدر يتخلص من التصبغات الجلدية اللي عنده ابتداء من الشهر الاول، وكيكتفي يقدر يكتفي كذلك باستعمال علبة واحدة فقط من نيوسوان جيل اشكو. اما اوسيرا انتي بيغمنت سيروم ديو فأنصح به كل من لهم تصبغات جلدية طفيفة أو آثار شمسية أو آثار بثور حديثة. طبعا بلا ما ننسى أنني نقول ونذكر دائما أن القدرة المادية لكل شخص كتبقى هي الفاصل والفيصل في مثل هذه الظروف. على قد اللحاف ديالنا فإحنا كنمدو رجلينا، وأكيد كنديرو اللي كيناسبنا حنا لا ماديا ولا حتى صحيا، اي على حسب البقعه اللي عندنا. واش غادي يقدر لو تياميدول ولا سيدياليرونيك يزولوا لينا هاد البقع، ولا غادي نبقاو كنخسرو في الفلوس ديالنا ونرهقو كذلك في البشره، فما نديرو في الحسبان ديالنا وفي الاحتمال ديالنا وفي الاعتبار ديالنا بان راه البشره راه كتعيا، هي دائما ماشي حق التجارب باش حنا غادي نبقاو اشاك فوا نجربوا في هذه الحاجه ما صدقاتش نعاودوا نحيدوها ونديروا حاجه واحده اخرى، فهذه مساله يعني مرفوضه بتاتا. في نهايه المطاف منين كنبقاو نديروا حنا مثلا هذيك اوسيرا انتي بيغمون سيروم ديو وما كتجيبش النتيجه، فاحنا كنلجؤوا للهيدروكينون ولا كنمشيو نديروا اللازر. كنثيق في الوعي ديالكم، كنثق كذلك في الذكاء ديالكم كمتتبعين. ما انا الا انسانه متواضعه كنعطي لنفسي الحق باش نوضح لكم الامور اللي هي مبهمه، وكنتمنى دائما انني نكون اديت الرساله والامانه على اكمل وجه بكل صدق وشفافيه، والخيار كيبقى ليكم انتوما كاشخاص لانكم انتم ادرى بداكشي اللي غادي يصلح لكم نتوما، دائما على حسب امكانياتكم الماديه وعلى حسب الحاله الصحيه او الجلديه اللي عليها الجلد ديالكم والوضع اللي عندكم، فانتم ادرى به حسن مني انا. كنتمنى انني نكون فدتكم ووضحت الفرق ما بين هاد المنتوجين بكل شفافيه وحياديه. وانتقلوا للسؤال اليوم طبعا، فخليكم معايا. رجعت لكم من جديد، وسؤال اليوم من عند متتبعة وفية قديمة الأخت لاتي أم، فكتقول سلام أختي وفاء، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة، العفو منك أختي هذا واجب. أختي بغيت نصيحة ديالك حول بقع سوداء سببتها بيدي نتيجة ديال أني كنت كنحيد الرؤوس السوداء بالأظافر ديالي، وحاليا كنستعمل ديفيرين جيل كنحطو عليهم بالليل لكن ما لاحظت حتى شي نتيجة. واش نستمر في الديفيرين
ولا كاين شي برودوي اخر اللي ممكن يعطيني نتيجه؟ وشكرا غاليتي، كل الموده والتقدير، ولك بالمثل ولكم بالمثل كل المحبه والتقدير والاحترام لكم جميعا اينما كنتم. اختي لاتي او ام، انت وبزاف بزاف 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 ديال الناس اللي ما تقدريش تصوري العدد ديالهم، الناس اللي كيلعبوا بالرؤوس السوداء، كيلعبوا باللي بوان نوار بصباعهم، واخا ما يكونوش عندهم الضفار فكيلعبوا بهم بصباع، كيزولوهم بصباعهم. وحنا كنعرفوا بان اليدين هو واحد البلاصه، واحد الوكر ديال الميكروبات والجراثيم على مدار اليوم. فاحنا ملي كنمشيو لذاك البوان نوار، داك البوان نوار او ديك الرؤوس السوداء فين جايه؟ راها جايه فوق واحد المسام، ديك المسام اللي ديجا هي محلوله، بحكم ان الناس عندهم اللي كيعانيو من مشكل الرؤوس السوداء عندهم بشره دهنيه، ف كتمشي كتلعبي تما. ملي كتزولي داك البوان نوار فانت بحال كنقولوا كتقيحي داك لو بور، كتدخلي ليه جراثيم، كتدخلي ليه ميكروبات، كيتقيح. ملي كيتقيح كيتانفلاما، كيولي احمر. من بعد ما كيولي احمر فاوتوماتيكمون مع الاشعه ديال الشمس غادي يولي لك كحل، يعني هذه مساله مفروغ منها. فكنتمنى ان هذا يكون ليك درس وماشي غير ليك بوحديتك، فالجميع الناس اللي كيديروا هذه المساله فهي مساله غير محموده، مكروهه، و يعني ما صالحاش مره بمره بمره. انا عارفه بان لي بوان نوار كيارقوا الاشخاص اللي عندهم، ولكن انسان استسمح الوغ شنو كنا كنقولوا. ف يعني بين العمليه النتيجه ديالها شنو هي، شنو هو الحل؟ الوغ دائما باش كنحيدو لي بوان نوار، راه لي بوان نوار دائما كنذكر وكنعاود نقول ونعاود نقول بان النظافه اليوميه، راه الناس اللي عندهم شرط دهنيه راه مسموح انهم يقدروا يغسلوا الوجه ديالهم حتى 4 ديال المرات في النهار، حتى 5، باش كنيفيتيو داك المشكل ديال لي بوان نوار وما كيوقعش لينا انسداد ديال المسام وبالتالي ظهور الرؤوس السوداء. كنغسلوا الوجه ديالنا مزيان مزيان بواحد لوجل اللي هو مناسب البشرة ديالنا، وكاين بزاف ديال لي برودوي اللي كيعالجوا هذه المساله. ولا كنتي مهتمه اختي لاتي ام، تواصلي معايا عبر الانستغرام ikt.com.bouté وانا نمدك بمنتوج عس. كذلك كاينين داك خام اللي كيعاونوا باش هاد لي بوان نوار ما يبانوش بزاف. في الحاله ديالك انت دابا ديفيرين ما غاديش تحيد لك لي طاش، يعني كوني واثقه من هذه المساله مليون في المية، فغادي تحيدي ديفيرين. اللي كنصحك به هو انك تردي البال للواقي الشمسي، تردي ليه البال مزيان مزيان مزيان، تقدري لي كرون ديالك، ومع الوقت راه غادي يزولوا دوك لي طاش. وعاوني بالوصفه ديال القسط الهندي، فرجعي للقناه غادي تلقايها، او تواصلي معايا في الانستغرام باش نشرح لك اكثر ونقول لك اكثر شنو غديري. فغادي تداومي الوصفه ديال القسط الهندي، غادي تردي البال مع لي كرون ديالك، ما تبقيش نهائيا ما تبقيش بلا ايكرون، تبعدي صباعك على لي بوان نوار كذلك، ديري اون كريم يعني ايدغاتونت ابيزونت لي غادي تنقص لك من لي بوان نوار وتشد لك شي شويه المسام، وديري الواقي الشمسي ديالك وثقي بيا فغادي تكون النتيجه جد هائله. المشكل ما كيتحملش انك غادي تاخدي عليه واحد لونتيطاج او شي حاجه، يعني ترهقي البشره ديالك اكثر واكثر باش تحيدي واحد لي طاش ديال الحبوب اللي هما اصلا غادي يزولوا مع الوقت الا واظبتي على الواقي الشمسي، ولا درتي وصفات طبيعيه اللي ملائمه للبشره ديالك فكوني على يقين ان هذا المشكل غادي يتحلك بلا ما تلجئي انك ديري اونتيطاج وتهلكي البشره ديالك بمواد كيماويه اللي هي في غنى عنها. كنتمنى حبيبتي لاتي انني نكون فدتك وانك تديري بالنصيحه، لانني عطيتها لك من القلب الخالص، من قلب اخت الاخت ديالها. كنتمنى لكم نهايه امسيه طيبه ان شاء الله، وكنضرب لكم موعد جديد اذا بقينا على قيد الحياه غدا ان شاء الله. انتم تسالون وانا اجيب. كانت هذه وفاء من قناه كوان فوتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.